إذن كنظن سي شروق أنه بالنسبة لاستشراف المستقبل واستشراف الاستحقاقات المقبلة ل 2025 ولا 2030 وكل الاستحقاقات المقبلة اللي غتنظمها بلادنا رياضيا، كنظن بأنه العمل يجب أن يكون عمل جماعي في إطار تشاركي تنسيق بين كل الأطراف المعنية، كل الصحفيين، كل الجمعيات اللي هي داخل الحق الرياضي، باش نستطيع أن نناقش كيفاش يمكن نكون إحنا في مستوى هذه الأحداث هذه كصحفيين، سواء في المجال السمعي البصري، في مجال الصحافة المكتوبة، كيفاش يمكن الإعلام ديالنا يشرف ويكون في المستوى الكبير، باش تكون بالتوازي النجاح على مستوى التنظيمي والنجاح أيضا على مستوى التغطية الإعلامية لهذه الأحداث. ما ننساوش بأنه غادي نكون محط أنظار ديال العالم، كل شيء غيشوفنا، كل شيء غيبغي يتصنت لنا، غيبغي يعرف الرأي ديالنا، غيبغي يعرف كيفاش غنواكبوا هذه الأحداث تلفزيا، خصوصا على مستوى الإعلام السمعي البصري، أيضا الصحافة المكتوبة، كل الوسائل. ولكن كما ذكرت أنه وراه ما يمكن العمل يكون إلا في إطار عمل جماعي، إطار اللي كيكون تنسيق وتشارك بين كل الفعاليات المعنية، باش نعطي واحد المنتوج اللي يكون كيشرف بلادنا. أولا تحية لك سي شروق، وتحية للمشاهدين ديال قناة أنفاس بريس. اليوم كما لاحظتوا كان أول منتدى للصحفيين الرياضيين أو لتكوين الصحفيين الرياضيين هنا بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالرباط، اللي كان تنظيم مشترك ما بين الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين والجمعية المغربية للصحفيين الرياضيين وأيضا المعهد العالي للصحافة والإعلام، اللي عرف حضور مجموعة من الفعاليات من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيد فوزي القجاع، وزير الشباب والثقافة والاتصال السي مهدي بن سعيد، يونس مجاهد رئيس مجلس الوطني للصحافة، مجموعة من الشخصيات. نقاش مهم، منتدى مهم، الإعلام بصفة عامة والإعلام الرياضي بصفة خاصة، لأنه اليوم المملكة المغربية مقبلة على مجموعة من الرهانات، كأس إفريقيا 2025، كأس العالم 2030، وبالتالي بدون إعلام قوي غيكون صعيب، وصعيب جدا ننجحوا في هاد الرهانات هادو. بالتالي كما جات في كلمة ديال فوزي القجع، خص يعني جمع الشمل ديال العائلة ديال الصحافة الرياضية، باش تكون صحافة رياضية وحدة، ما نكرهتش هاد الجمعيات كاملين يتجمعوا في إطار جمعية وحدة، ويكون الجميع يمشي في اتجاه واحد، هي المصلحة العامة ديال هاد القطاع اللي هو كيشكل قطاع مهم ومهم في الفترة المقبلة ديال البلد ديالنا العزيز، وبالتالي مهم جدا يكون أيضا تكوين في المستوى. أنا بصفتي مدير إداري بالمعهد العالي للصحافة والاتصال غنتبع جميع هذه الخطوات، وغنحضيو طبيعة الحال نشرطوا على الأساتذة ديالنا والمكونين ديالنا داخل هذا المعهد، باش يمشيوا في نفس الاتجاه اللي غتمشي فيه الجمعية والوزارة والمجلس الوطني ديال الصحافة. في البداية يوم جميل نعود فيه إلى رحاب المعهد العالي للإعلام والاتصال، موضوع جدي وراهني ويستحق بالفعل أكثر من منتدى وأكثر من نسخة. اليوم نحن في النسخة الأولى للمنتدى الوطني للإعلام الرياضي في فوق استحقاقات كأس العالم 2030. أعتقد أن كأس العالم بالنسبة للمملكة المغربية التي تعيش على واقع النموذج التنموي صرع مجموعة من الأوراش، ومن بين هذه الأوراش التي تمس اليوم استضافة كأس العالم وأيضا علاقتها وارتباطها الوثيق بالإعلام الرياضي. لا يمكن أن تعكس نجاحاتك للعالم أجمع دون أن تتوفر على إعلام رياضي قوي. لدينا تجارب يمكن أن نقارن بها، كقطر على سبيل المثال، من قبلها روسيا، جنوب أفريقيا، فرنسا التي عاشت على وقع انفتاح إعلامي في وسائلها المكتوبة والمرئية والمسموعة، إلى أن وصلت إلى تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى من قبيل كأس العالم 1998، وأيضا اليوم لديها الألعاب الأولمبية في باريس. إذن الإعلام الرياضي مرتبط ارتباط وثيق جدا بالأحداث الرياضية، والمغرب لا شك في أنه بإذن الله سينجح في التنظيم، ولكن أن يكون هناك فتح لهذا الورش. الورش لا يتعلق فقط بالمؤسسات الإعلامية الحاضرة اليوم والعاملين في المجال، بل بإعداد جيل قادر على أن يتوافق مع نظرة المملكة المغربية الخاصة ب 2030. أيضا قرارات تصدر عن الحكومة من أجل الانفتاح في المشهد الإعلامي بكل انتماءاته، مرئي ومسموع ومكتوب وإلكتروني، وكما قلنا التكوين يدخل به العمل المؤسساتي، وقد نصل ذات يوم إلى أن يكون هناك بالفعل التخصص
لصحفي رياضي، صحفي متخصص في الصحافة الرياضية الإذاعية، الصحافة الرياضية التلفزيونية، الصحافة الرياضية المكتوبة، من أجل أن نكون على مستوى الموارد البشرية والمنابر على قدر المسؤولية في حدث كوني ينتظر المملكة.